باسم الشعب، باسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام قيام دولة فلسطين أو قاتلة فلسطينية. أولاً، أن الفكر التحرري للإنسان الجزائري لازمه عبر التاريخ. لا ننسى أن الإنسان الجزائري قبل الاحتلال كان مقاوماً، فتاريخ حوض البحر المتوسط خلال أكثر من 3 قرون كان يشهد على مقاومة الجزائري ودفاعه عن نفسه وعن الآخر. مقاومات مختلفة، مقاومات عسكرية مسلحة، مقاومة ثقافية سياسية، ثم اندلاع العمل المسلح بين 1952 وما يعرف بالثورة التحريرية الكبرى. كل هذا المسار أولا هو تعبير عن على ضرورة الدفاع عن الوطن الموحد والدفاع عن الرقعة الجغرافية الواحدة. حس تحرري لدى الجزائريين هو نتيجة لعملية تراكم جراء كامل الحملات الاستعمارية، سواء الاستعمار الفرنسي كونه الاستعمار الأخير أو غيرها من الحملات التي طالت المنطقة وطالت الجزائر عبر حقب ومراحل تاريخية، سواء من طرف الإسبان أو من غيرهم من المستعمرين أو التوسعيين في المنطقة. وكان دائما الإنسان الجزائري مقاوم، وحس الثورة والتحرر هي كيان وكينونة هذا الإنسان عبر كامل هذه الحقب التاريخية. حس تحرري تجسد في ثورة هزت كيان محتباسل كان سلاحه الوحيد هو إيمانه بعدالة قضيته، أقذر الأساليب وأكثرها وحشية واقترفت أكبر الانتهاكات الإنسانية وأفظع جرائم الحرب من أجل وأد الثورة الجزائرية في مهدها. فكان الجواب بأعظم وأقوى حرب تحريرية في العالم، قدمت ثمنا للحرية 1.5 مليون شهيد. جرائم البشعة التي كانت في الجزائر، وخاصة جريمة الاستعمار كونها الجريمة الكبرى الأساسية والتي تخللتها العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، خاصة عندما نتحدث على ملف التجارب النووية في ريغان، فالانبعاثات النووية تمتد إلى 25,000 سنة، وهو ربما مسافة زمنية سحيقة. طول مسيرة المقاومة والكفاح والتضحية أو ضريبة الدم التي دفع الجزائريين ضد سكانها، مناطق كلها أحرقت واستخدمت ضدها الأسلحة المحرمة دوليا، ولا نعرف عدد الشهداء بالضبط. قوة حرب التحرير وصيتها وشراستها اضطرت بالمحتل الفرنسي إلى التخلي مجبرا وتدريجيا عن كل مستعمراته في إفريقيا وحتى مستعمراته في القارات الأخرى من أجل التفرغ للثورة الجازري وسياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية، وذهب إلى حد استخدام الأسلحة النووية والفسفورية المحظورة من أجل إسكات ثورة نوفمبر. لكن صوت الثائر الجزائري كان أقوى بإصراره على التحرر أو الشهادة دون ذلك. هنا اضطر الجنرال دوغول على أن يسلم في كل مستعمرات ما وراء الصحراء ليتفرغ إلى الجزائر، واضطر أن يستسلم لاستقلال الجزائر حفاظا على استقلال فرنسا في حد ذاتها. وهذا ما قاله هو شخصيا في مذكراته، مذكرات الأمل، ميموار ديسبوار. الثورة التحريرية الجزائرية جعلت الاستعمار الفرنسي يركز على إخماد الثورة في الجزائر وعلى هذا البركان الكبير جدا الذي أزعج وأقرق فرنسا ودفعها ربما إلى تبني الكثير من الاستراتيجيات والأطروحات. ففرنسا سنة 1960 تخلت على 14 مستعمرة في إفريقيا من أجل التركيز على الثورة الجزائرية فقط،
الجزائري منذ الفاتح من نوفمبر 1954 إلى غاية 1956، أي لمدة قاربت سنتين، نجد دولتي الجوار تقريبا منذ انطلاق الثورة في الجزائر دخل في مسار تفاوضي من أجل نيل استقلالهم ورفع الحماية الفرنسية على كل من تونس وكل من المغرب، في حين ترك الشعب الجزائري يعاني لوحده ويخضع ربما لكل أشكال التعذيب ولكل العمليات العنصرية والتدمير وسياسة الأرض المحروقة التي تبنتها فرنسا. صدى الثورة المجيدة تفجر مدويا في القارة الأم إفريقيا، لتسير الدول الإفريقية المحتلة على درب الجزائر وتشن حروبا ضد مختلف الاحتلالات آنذاك، سواء الاحتلال الفرنسي أو الإنجليزي أو البلجيكي والبرتغالي والهولندي. محاكية أسلوب الثورة الجزائرية ومستلهمة روح الثائر الجزائري الحر وجبهة التحرير، فكانت الثورة في غينيا بيساو والرأس الأخضر ضد الاحتلال البرتغالي في سبعينيات القرن الماضي بقيادة الزعيم أميلكار كابرال الذي أكسب الجزائر لقب قبلة الثوار. الثورة الجزائرية وهي ثورة كانت مدرسة لغيرها، وبعد لماذا مدرسة؟ لأن هناك العديد من حركات التحرر في إفريقيا وغيرها كانت تتدرب هنا في أرض الجزائر، فكانت الجزائر وهي تخوض ثورة الاستقلال كانت مدرسة لهؤلاء القيادات الإفريقية ليأخذوا من تجاربها من استراتيجيتها. الثورة الجزائرية بطبيعتها أولا الثورة الوحيدة في العالم، وهذه ليست مبالغة، هي التي استقطبت كل الأحرار في العالم، هي أيضا كانت بمثابة الصورة النمطية لباقي الشعوب وخاصة الشعوب الإفريقية التي رأت في مسيرة الثورة الجزائرية هي الأسلوب الوحيد للدفاع عن بلدانهم، وهذا ما حدث. والدليل حتى عند استرجاع السيادة الوطنية تواجد أغلب هؤلاء القادة على أرض الجزائر، الجزائر واصلت المسيرة لم تتنكر لهؤلاء الأحرار، بعد استرجاع سيادتها واصلت المسيرة في دعم الشعوب المستعمرة وفي الدفاع عن القضايا العادلة في العالم إلى اليوم، وهذه هي العقيدة التي كانت عند جيش التحرير وعند دبلوماسية الثورة هي التي تمارسها الجزائر اليوم. كان لهذه الثورة ولنجاحها الحقيقي أن يكون لها بعد إقليمي وبعد دولي، فالكثير من الثورات والحركات التحررية أثرت بالثورة في الجزائر سواء في أمريكا الجنوبية أو في كامل القارة الإفريقية أو حتى في آسيا، على أساس أن المستعمر الأوروبي والمستعمر الغربي أراد أن يقضي على هذه الثورات وأراد أن يجهضها وهي في مهدها، لأنه كان يتخوف من مفعول دومينو أو انتقال العدوى، فشرارة التحرر في منطقة معينة سوف ربما تؤثر على مناطق أخرى عبر تقنية محاكاة وعبر أيضا آليات التماثل بين هذه الشعوب التي كانت كلها تواقع للتحرر وتواقع لبناء دولة وطنية وفق النموذج الجزائري. استلهام إفريقي آخر وهو الثورة التي خاضتها جنوب إفريقيا ضد سياسة التمييز العنصري الأبارتايد بقيادة الزعيم الأفريقي والعالمي نيلسون مانديلا ماديبا، الذي أعطى أسمى درس في الكرامة ورفض الاستعباد بكل أشكاله. فكانت الثورة الجزائرية وجيشها الباسل النور الذي أضاء درب ماديبا وشعبه للخروج من نفق العنصرية إلى شمس الحرية. ثم أيضا نجد أن زعيم العالمي نيلسون مانديلا، هذا الرجل الكبير الذي قال الثورة الجزائرية صنعت مني رجلا بمفهوم الرجولة، بمفهوم البطولة، بمفهوم الشهامة. الثورة الجزائرية أيضا أثرت في العديد من الشخصيات التحررية في العالم، الدليل
رمز التحرر الإفريقي نيلسون مانديلا، هذا الذي عشق الثورة الجزائرية، اقتنع بمبادئها وتأثر برسالتها وأخذ منها وانتقل للجزائر، عاش بالجزائر، اختلط بالثوار بقادة الثورة وأخذ عنهم ومنهم وتدرب في الجزائر، واستطاع أن ينقل هذه التجربة إلى جنوب إفريقيا، وكانت النتيجة مثل ما يعرف العالم عودة جنوب إفريقيا إلى الساحة الدولية محررة. I received my military training here. لقد تلقيت تكويني العسكري هنا. And therefore. ولذلك. I look forward to visiting this country. أود وشغف بزيارة هذا البلد. With a great deal of interest. وذلك يحدوني فيه اهتمام كبير. Because it is the Algerian army. وخمسين الذي قال عن الثورة الجزائرية يقول تأثرنا بثورة الأوراسيين بالجزائر فانتصرنا على الإمبريالية الأمريكية. هذه الثورة التي كان بعدها التفجيري ليس فقط في المنطقة وإنما أزوجت نفسها في نهاية المطاف محرجة أمام الرأي العام الدولي والرأي العام الأوروبي. من ذلك إلى أمريكا اللاتينية فألهمت أحرار القارة الجنوبية في كوبا وتشيلي ونيكاراغوا وفنزويلا وغيرها ضد الاحتلال الإسباني أو الدكتاتورية والإمبريالية العالمية. فكانت ثورة نوفمبر المجيدة لسان زعماء الحرية هناك على غرار تشي غيفارا البطل الثوري العالمي وزعيم كوبا فيدال كاسترو وآخرون. كثير من رموز ثوريين في العالم والذين يعتبرون كأشخاص أقطاب سواء في أمريكا الجنوبية أو في القارة الإفريقية أو في آسيا من تبنوا الثورة الجزائرية ومن عشقوا في الثورة الجزائرية ومن آمنوا بها إيمان حقيقي، وربما نحن كجزائريين نعتبرهم أيضا هم مجاهدون وهم مناضلون لصالح الثورة الجزائرية لأنهم تحركوا لصالح الثورة وارتبطوا بها وجعلوا منها ربما المصدر الحقيقي للاستلهام ولإنتاج أفكار تحررية وأفكار ثورية ضد الإمبريالية الاستعمارية التي أراد الغرب أن يطبقها على العالم أجمع. هناك أيضا مناضلين حتى البسطاء من أبعد المناطق في العالم، لدينا نموذج لشخصية روبرت طار بأفكار هذه الثورة وتحمل الصعاب والمشاق وأصر على أن يساند ويساهم بفعله في هذه الثورة التحريرية، هذه أكبر رسالة للعالم، ولدينا عشرات ومئات وآلاف الأمثلة من هذا النوع. نجد أن معظم يعني الثورات التحريرية فيما بعد 62 في أمريكا اللاتينية في إفريقيا سمت نفسها بجبهة التحرير تأسيا واقتداء بجبهة التحرير الوطني، ولهذا نجد أن مبادئ الثورة الجزائرية بعد الاستقلال لم تصبح ملك للثورة الجزائرية بل أصبحت إنسانية وعالمية وإلهاما قويا لكل حر أبي.
هناك أعدل من القضية الفلسطينية وحقها في الاستقلال من الاحتلال الصهيوني. فلسطين التي ما تزال ترزح تحت احتلال كيان غاشم منذ أكثر من 7 عقود من الزمن، وهي تنشد الحرية مستلهمة من الثورة الجزائرية قوتها، ومن الشعب الجزائري استماتته في سبيل الحرية. القضية الفلسطينية والفلسطينيين متأثرون جدا بالثورة الجزائرية، لكنهم في حاجة إلى تطبيق قواعد الثورة الجزائرية، لأن الثورة الجزائرية كما أثرت في البداية أنها وحدت الجسم السياسي تحت مسمى جبهة التحرير الوطني، وكان الجميع مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، وبالتالي لا يوجد أطراف سياسية أخرى أو فصائل سياسية أخرى تتحدث عن الجزائر غير جبهة التحرير الوطني. والتركيز على البعد الداخلي والخارجي، الكيان الصهيوني ليس بعيدا في استراتيجيته وتكتيكاته على المستعمر الفرنسي الغاشم، كلهم يعتمدون سياسة فرق تسد، يعتمدون سياسات التهجير، ويعتمدون بعض سياسات الإدماج للضعاف الوطني أو غيرها من الجوانب، وبالتالي أن الأوان للأشقاء الفلسطينيين أن يستلهموا الثورة الجزائرية بمرجعيتها، بأدواتها، بأساليبها، بطريقة تنظيمتها، وأيضا بآليات الهندسة العامة لهذه الثورة. القضية الفلسطينية وهي القضية الأم والجوهر، نجد أن الجزائر انطلاقا من مبادئها ومن والتزاما بقضايا التحرير، كان القضية الفلسطينية تقريبا سارت مع القضية الجزائرية. بالنسبة للجزائريين هي امتداد للقضية الجزائرية، وأن النضال مشترك. وبعد الاستقلال هنا الجزائر صرحت تصريح معروف أن استقلال الجزائر يبقى ناقصا ما لم يتم استقلال فلسطين. هذه تصريح كل زعماء الجزائر، تصريح بن بلة، تصريح الرئيس بومدين، أن نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، آخرها تصريح الرئيس تبون فلسطين خط أحمر. الحقيقة نحن اتصلنا بهذه الثورة، وهي ثورة الجزائرية، أبان ما كان أبان هذه الثورة قبل الاستقلال، أيام كنا نحن فقط حركة فكرية، وهي أيام كنا قبل أن نبدأ الكفاح من المسلح. ثم بدأنا عندما أخذت الجزائر استقلالها، دعينا لإنشاء مكتب فلسطين في الجزائر، ثم تتابعت الأحداث والعلاقات الطيبة والتي لا نستطيع أن نخوض فيها كثيرا، ولكن نستطيع أن نقول نحن كنا عندما انتصرت الجزائر انتهت ثورة الجزائر في المغرب العربي لتبدأ ثورة فلسطين في المشرق العربي. دولة بالجوار وهي الأقرب في الدعم والمساندة واستلهام العبر من الثورة الجزائرية، القضية الصحراوية. قضية كل حر رافض للاحتلال والاستعباد، وآخر مستعمرة في القارة الإفريقية التي جابهت الاحتلال الإسباني وانتصرت عليه في 70s، وهي اليوم تجابه من خان الأخوة والجيرة الاحتلال المغربي، مستلهمة في قضيتها العادلة من تاريخ الجزائر الغني بالمآثر في النضال والمقاومة والتحرير. قضية الصحراء الغربية، الجزائر التي استرجعت سيادتها بفضل حركة تحررية ترفض أي سيطرة وأي استعمار في دول الجوار أو دول المحيط أو حتى في الدول البعيدة. ولهذا عندما ننظر إلى قضية الصحراء الغربية كجزائريين بالنسبة لنا جزء منا، لأن من المناطق المتاخمة لحدودنا ما زالت ترزح تحت نيري استعمار بلد عربي للأسف. ولهذا العقيدة الثورية الجزائر تجعل منها دولة
مدافعة بدرجة أولى على حق الشعب الصحراوي في السيادة على أرضه، وتبقى قضية الشعب الصحراوي المحتل هي نموذج للمستعمر الذي لم يفهم الدرس ولم يعي التحولات والتطورات السياسية في القرن 21. قضية الصحراء الغربية هي قضية مصيرية لدولة ذات سيادة عبر التاريخ، عبر التاريخ منذ ما قبل التاريخ لم تكن صحراء الغربية في يوم من الأيام من تاريخها تابعة للمملكة أو السلطنة المغربية، فهي كيان مستقل، كيان له شخصيته، كيان له احتل من طرف عدو أوروبي أجنبي تحرر منه ليسطو عليه يعني جاره وأخيه ويصبح عدوه الأول ويقاسمه العداء ويكيله العداء والعذاب والتشريد. اليوم أيضا الشعب الصحراوي هم في حاجة إلى تنظيم أنفسهم رغم أنهم يحققون ربما الوحدة السياسية من خلال تمسكهم بجبهة البوليزاريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي سواء في داخل الجمهورية العربية الصحراوية أو خارجها، وهذا ربما إنجاز جد معتبر، لكن أيضا على الصحراويين أن يتحركوا بقوة وأن يعملوا على تحرير بلدهم بشكل حقيقي، لأنه للأسف المنظومة الدولية أو حتى هيئة الأمم المتحدة ظلت تشتغل على عامل زمن، وعامل زمن دائما هو يصب لصالح النظام المخزني المستعمر والتوسعي. الذي يرى الحروب والثورات التي اندلعت بالموازاة مع الثورة التحريرية الجزائرية أو بعدها يرى أنها كانت كلها تحاكي الثورة الجزائرية في أدق تفاصيلها سواء في حرب الكر والفر أو في الطريقة الفدائية والتسبيل أو حرب الشوارع في المدن والإضرابات الشاملة والالتفاف الشعبي حول جيش التحرير، محاكاة برهنت أن الثورة الجزائرية كانت ولا تزال وستظل دائما وأبدا ملهمة الشعوب الحرة وكل أحرار العالم.